وينقض الإغماء والجنون والنوم إذ مضطجعا تكون. الإغماء والجنون لزوال العقل، الإغماء والجنون لزوال العقل. وقلت في اللقاء الماضي بأن الإغماء والجنون الحقاء بالنوم إلحاقا، وهو المعروف عند الفقهاء الأصوليين بالقياس، وهو الإلحاق، إلحاق مجهول الحكم بمعلومه بجامع العلة أو بعلة جامعة، وهو زوال العقل. من ثم كان بزوال العقل منتقضا إذ ما درى بالفعل، يقول نور الدين رحمه الله. فالمجنون والمغمى عليه ومثلهما السكران أيضا لا يدري ما الذي يعن له والذي يحصل له. وقد ذكرت أن بعض فقهاءنا، لعل في الدرس الماضي، أن بعض فقهاءنا كان يقول بأن النوم جالسا لا ينقض الوضوء، كان يشدد في هذه، يقول النوم جالسا لا ينقض الوضوء، وكان يقول بأن الذين قالوا بهذا القول يعني اشتطوا، والقول موجود كما قلت. وهذه من الملح، من الملح، من اللطائف. يعني كان يقول بأن نوم القاعد لا ينقض وضوءه، فكان مرة في صلاة، في خطبة الجمعة جالس وبجانبه أحد العوام، فنام ذلك الذي بجانب الشيخ، وفي أثناء نومه أحدث، خرج منه ريح، هذا اللي جنب الشيخ، ولم يدري. التفت للشيخ راقد ما عنده خبر شيء. فلما حان وقت إقامة الصلاة قال يا فلان روح توضأ، أنت أحدثت. قال ما أحدثت. قال خرج منك ريح. قال ما خرج منك ريح. قال سبحان الله، أقول لك خرج ريح منك، روح توضأ. هذا الشيخ اللي يقول بأن النوم جالسا لا ينقض الوضوء، هذه حدثت له. قال أقول لك ما خرج ريح. قال أقول لك خرج ريح. قال الريح خرج منك انت. عند ذلك قال الشيخ، يقول ما منك انت مني، هذا اللي أنا كنت ضارب العلماء وحاج عنك انت، وأقول بأن نوم القاعد لا ينقض الوضوء، هذا شاهد وليس بعد العين، أي أن الجالس قد ينتقض وضوءه ولا يدري. وهذه من رسائل الله لبعض البقهاء.